لم يجري الله عادته في الكون أن يكون العباد سببا فيه. الآن سيرجع إلى النسخة التيمية. اسمعوا بعد ما خلص تبني مذهب الأشاعرة في عدم تأثير الأسباب بأن الله يخلق شيء عند شيء وبأن العباد يكتسبون أفعالهم، بعد أن تبنى هذا المذهب الآن سيرجع إلى المذهب الوهابي، أو سيستخدم هذا المذهب الأشعري في عدم تأثير الأسباب وفي الكسب الأشعري ليسوق كلام الوهابي في قضية الاستغاثة. صعب. طبعا هذا شرحناه في 3 حلقات ماضية، ما راح نشرح مرة ثانية. ما ينفعش ان انا اطلب من حد الاحياء والاماتة وانزال المطر والرزق والكلام ده كله ومغفرة الذنوب، كل هذا يطلب منين؟ من الله عز وجل. طيب الآن سنأتي لك بهذه قضية مغفرة الذنوب كما وعدناكم في الحلقة القادمة، سنأتي لك بكيف أن واحد من الصحابة طلبها من رسول الله قال أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي. الحديث عند أحمد بسند حسن. واحد ثاني قال أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار أو فيعتقني من النار، أيضا عند أحمد بسند حسن. طبعا شو رأيك ونجيب لك كمان أقوال أحاديث أخرى، شيء 6-7 أحاديث منها في البخاري ومنها في مسلم كلها تخالف تنظير أو مقاربة الوهابي في قضية الاستغاثة اللي أنت عم تتبنى هلا. بس تسمع مثلا، فلما أنا أطلب حوائجي من ميتي أنا طلبت حاجتي ممن لم من غير الله، مو هيك بدك تقول ولا شو؟ اسمعوا، يجعله الشرع ولم يجري الله عادته بأن يكون سببا لقضاء حاجتي. يبقى الكلام ده خطأ ومرفوض جملة وتفصيلا. خطأ ومرفوض جملة وتفصيلة عند عبد الله رشدي. طيب تواضع وقول عندي، يعني لأنه أنت بشر تخطئ وتصيب. ألم تعلمنا المرة الماضية حينما ناديت إلى اللامذهبي بطريقة غير مباشرة طبعا وإن هو أنكر ذلك، لما تكلم عن قضية، لما جاب كلام شيخنا الشيخ المالكي عن قضية إيش، لما إيش واحد الباكستانيين كان عم بيقول له أيحاسبني الله على تركي لمذهب أبي حنيفة أو تركي لقول أبي حنيفة، فطلع تكلم أنه مين اللي قال لك هذا؟ رشدي قال لك مين اللي قال لك أنه خلاصة كلامه أنه إذا وجدت حديث يخالف قول إمامك في المذهب إذا معلش اترك قول إمامك خذ بالحديث. وبرر هذا رشدي بأنه مين قال لك الأئمة الأربعة هذول معصومين؟ ليسوا معصومين. طيب أنت معصوم شيء أنت يا عبد الله رشدي؟ أنت تعرفه الوهابي حينما يعني دعوا لمذهبهم كيف دعوا له؟ أول شيء عبر طريق التخلية ثم التحلية، هذا تجنبهم بالصوفي. طيب بالسادة الصوفي رضي الله عنهم شلون؟ فجاءوا الوهابي كيف بدي يقدسوا الناس، يخلوا الناس يقدسوا أقوال وأقوال مشايخهم؟ أول شيء دعوا الناس أو زهدوا الناس بأقوال الأئمة الأربعة المجتهدين الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إنه هذول ليسوا معصومين وكذا وممكن تخالفهم لا سيما إذا وجدت حديث أو آية تخالف وكذا، بعد أنه فعلا صدقهم بعض الناس المغفلين راحوا دعوا الناس بقى لأقوال مين؟ لأقوال ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز والفوزان وهالشلي هاي. ليس هذا فحسب، بل من يخالف هؤلاء يشتمه الوهابي ويكفرونه مع الأساس أبو حنيفة ومالك هذول ليسوا معصومين. هذا فعل هكذا، هذا عبد الله رشدي بعد هذا عمل لك حلقة أنه يا أخي معلش تخالف الأئمة إذا الأربعة إذا خالفوا الحديث وتأخذ بالحديث وكذا، هذول ليسوا معصومين. طيب وأنت أنت هلا أنت بتقرر هذه المسألة، أنت وأنت بتقرر هذه المسألة، ليش ما تقول هذا رأيي؟ لأنه هذه مسألة مستحدثة، هذه مش طبعا الوهابي ما بيقول هذا رأيي، بيقول هذا ما جاء في القرآن والسنة خلاص صار وحي كلامه. أما كلام الأئمة الأربعة لا، هذول بيخطئوا ويخصبوا. طيب تعال أجيب لكم أقوى الأحاديث التي تثبت بطلان هذا الكلام الذي أنت تقوله.
لحظة شوي. توكلنا على الله. طبعا هذه الأحاديث أنا أظن مرة سردتها في تسجيل سابق، لكن نسردها لأنه جاءت مناسبة مرة ثانية الآن. الوهابي تعرف ما عندهم إلا الاستغاثة وأين الله. استغاثة أين الله، هذا يعمل لك تسجيل فيها هذا الشم، هذا الشموسي طبعا يعمل فيها 100,000 تسجيل هو دي مشكلة. أما هذا الرشدي استعمل فيها تسجيل أو تسجيلين، يعني بيعمل له إن شاء الله 20 تسجيل لسه تانين. جيب لك هذا. طبعا احنا ذكرنا بعض الأحاديث، ذكرنا مثلا أبايعك على أن تغفر لي ذنبي، أن تغفر على أن تغفر ما تقدم من ذنبي. واحد ثاني أسألك أن تشفع لي إلى ربي. وحديث في صحيح مسلم الذي قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم عندكم لا تجوز الاستعاذة مش بقى بالميت، لا بالمخلوق. هو نفسه هذا رشدي يقول لك، أظن ينقل عن الخطابي أو كذا، أنه لا يجوز استعاذة بمخلوق أو عن خزيمة أو مبارك. طيب هذه أعوذ برسول الله. وأنت يا رشدي قلت لنا معلش إذا شفت كلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يخالف حديثا فاضرب بكلامه. وهم الأئمة الأربعة هم قالوا لنا هكذا، روج الألباني ونقل قالوا شوفوا لا يحل، يا أبو حنيفة قال والشافعي قال ومالك قال، إذا صح الحديث فهو مذهبي ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول حتى نعرف من أين قالوا، وعرضوا كلامنا على الكتاب والسنة. مش على السنة فقط، إنه على أساس من السنة، لأن السنة لا يحيط بها أحد. فعلا هذا الكلام صحيح. ويعني الشيخ محمد عوام في حلقاته المباركة ما شاء الله مع شيخنا الشيخ أسامة الرفاعي والشيخ مجد الآن، يعني في قضيتي طبعا تدور كل الحوارات الآن في هذه الحلقة عن اللامذهبي والرد على الوهابي في قضية اللامذهبي، جزاهم الله خيرا. وهو أصلا هذا كتابه الشيخ محمد عوام، هو كتب كتابا أنا لم ألتقي به حقيقة، أشوف لو التقيت به، كتب كتابا أثر اختلاف الحديث واختلاف الفقهاء أو هكذا. وطبعا الوهابي شتموا لأنه قال كيف تجعل الحديث أو سبب الخلاف، لا حول، هذا من جهلهم طبعا. فالمهم أن السنة في أحد الحلقات قرر الشيخ محمد عوام ونقلا عن الأئمة أن السنة لا يحط بها أحد، كما أن اللغة العربية لا يحط بها أحد إلا نبي. الشافعي قال اللغة العربية لا يحط بها إلا نبي، والحديث طبعا يعني هو النبي هو الذي إيش قاله. طبعا أسألك، هذا في صحيح مسلم، أعوذ برسول الله. طبعا إذا جبتها للوهابي روح بأولوه. أنا عاجز، أنا أقول لك كل الآيات والأحاديث اللي تأتي بها في قضية الاستغاثة، أنا ما بدنا تأويل، بدنا تأخذ على الظاهر. جيب لي حديث الجاري بأول لك يا شغلي هاي العظيم. هذا الرشدي مجاب حديث الجاري وقال لك حديث في صحيح مسلم يفيد العلم القطعي، وإذا فات العلم القطعي إذا خلص، طالما هو صحيح عند الفوزان فإذا دلالته تكون قطعية. والدلالة مين بيحطها؟ هو بيحط الفوزان وبيحط الوهابي. طيب أنا بجيب لك أي حديث صحيح مسلم بحط له دلالة بقول لك هذا دلالته قطعي بهذا المعنى. شو على ذلك الوهابي لا تصلح إلا للغواء، للناس اللي 30 تحت الصفر ثقافي، ما بفهموا شيء طاوي. تروج هذا كما يقول يعني هنا أبو عمر الباحث لما بيرد على الشيعة يقول لك ما بيصلح هذا المذهب إلا لمن وضع عقله في حذائه. طيب والوهابي نفس الشيء. أسألك، حديث آخر في صحيح مسلم، أسألك مرافقتك في الجنة. هو النبي يملك أنه يحطه بالجنة معه؟ أنا لما استحتجت بهذا الحديث على هذا المدعو أبو عبد الله الحنبلي، هذا واحد عراقي أظن، قال لي يعني هو سأله أن يكون بدرجته في الجنة. هو ضامن لنفسه أنه يفوت الجنة، ليش حتى يعني هذا الشخص الذي سأل النبي هو ضامن لنفسه أنه يدخل الجنة؟ قال لا هو ما سأله يدخل الجنة، سأله أصل دخول الجنة، هو سأله أنه إذا كان بالجنة، طبعا هذا كله تأويل الحديث، أنه يكون بمرتبته، أنه يكون معه بنفس الجنة درجات. طيب هذا تأويل الحديث، هذا من كيسك هذا. المهم النبي ما أنكر عليه، قال له هو ما قال له يعني هذا الصحابي ما قال له أسألك أن تدعو لي لأكون في الجنة فأرافقك في الجنة، لا
مو هيك بدكم؟ مو هاي المرأة عم تقول يا شيخ العرب ايش في ابني؟ طيب هذا نحملها على ما أن مقصدها يا شيخ العرب ادعو الله ليش ابني. قلت لهم أسألكم رفقة في الجنة، يعني أسألك أن تدعو لي فيرافق لأرفقك في الجنة ورافقك في الجنة وأن تشفع لي. مثل هاي هون كمان استغاثوا بآدم في حديث البخاري، حديث أن يذهب الناس إلى يستغيثوا بآدم ثم يستغيثوا بعيسى. إيش معنى استغاثوا؟ عند الوهابي نفسه يعني استغاثوا بآدم يعني طلبوا من آدم أن يدعو الله ليعجل ليعجل بال 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 بالحساب. هذا عند الوهابي نفسه، نستسقي بها نستشفي بها عبدا، هذه جبة رسول الله صاروا يستشفوا بها بعد موته صلى الله عليه وسلم. نكمل طبعا في عباد الله وغيره، يا محمد عند خدر الرجل وابتا وكذا. الحمد لله رب العالمين.